السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا كامل في احسن احوالكم. الحين نبداو الوصفه تاع اليوم. بسم الله على بركه الله. عندي 125 غرام تاع الزبده. هاد الوصفه تجي بنينه اقتصاديه وطريقه جديده، ان شاء الله تعجبكم. عندي 3 مغارف تاع السكر الناعم، يعني سكر كلاسي. عندي معاهم 3 مغارف تاع الزيت، 3 مغارف كبار، يعني المغرف تاع العشاء العادية. عندنا 3 سكر و3 زيت، نخلطهم مع 125 غرام تاع الزبدة اللي تحب تخلط بيدها، تحب تخلط يعني بالخلاط الكهربائي، ولا تحب تخلط هكا بالفوي، يعني هي واش تحب. هنا نخلطهم مليح حتى نحس يعني هذاك القوام تاع الزبدة تخلط لي مليح مع السكر والزيت. نضيف لهم حبة تاع البيض، حبة حجم كبير، بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش باردة، الزبدة ثاني ما تكونش باردة، باش تجينا الوصفة بنينة وتجينا هشيشة. نزيدو نخلطوها حتى نحسو كامل يعني المقادير اندمجوا مع بعضهم. هذه أحسن طريقة لنجاح الوصفة هي أنكم تخلطوها مليح. أنا نخلطها يعني حتى نحس القوام تاعها بياض وطلع لي شوية وتكثف، فوالا بهذه الطريقة كيما كريمة الزبدة. هنا خلاص كانت وزة القوام تاعها يعني راه هايل. خلاص نضيفوا لها لافاني، قرصة الملح، ومغرف كبيرة تاع الحليب، هكذا مغرف حليب عادي، نحطوا له مغرف تاع ماكلة. نزيدو نخلطوا هذا الحليب ثاني حتى يتخلط لي مليح يعني مع الزبدة، وتشوفوها تحسوها زادت عقدت وبياضت. من أسرار النجاح يعني هذه الوصفة المغرف هذه تاع الحليب لازم ديروها. هنا كي تخلطت لي مليح راح نحي الفوي، خلاص الدور تاعو. نحط كاس الاولاني تاع الفارينه، اكيد الفارينه تكون مغربله. عندي نص باكي تاع لا ليفور شيميك خميره الكاطو، اللي حبت تقسمها وعندها الميزان يعني فيها 10 غرام دير 5 غرام. عندي الكاس الثاني تاع الفارينه، ما نحطوش كامل، نبدا نحط بالعقل بالعقل حتى يعني نحس القوام تاع العجينه هذه تكون يعني قوامها طري. هنا حسيتها مازالت كملت هاد الكاس الثاني ورايحه نزيد نبدا من الكاس الثالث. رايحين تقولوا لي هاد الوصفه يعني كيفاش احتاجت في بالك، نقول لكم صدقوني هاد الوصفه بنينه 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 فوق ما تتخيلوا وتتصوروا. جربوها ورجعوا لي الخبر ودوك تفهموا يعني الوصفه. انا هنا ما كملتش الكاس، يعني خليت منه شويه الكاس الثالث. نتوما على حساب يعني الفارينه تحكم لك كانت تشرب ولا لا. لا هاي لك القوام تاع العجينه، قوام طري. الحين تستعجبوا في بدايه الوصفه، نقول لكم كملوا لاخر الفيديو الحين تفهموا الوصفه ان شاء الله. انا هنا حبيبتي حنوزن يعني لابات وزن 22 غرام، لي ما عندهاش الميزان يعني دير عينها ميزانها، مهم ما تكبرش برك الحجم تاع العجينه، ديروها يعني صغيره. هنا عندي هاد الكاطو، كاطو برينو ما كاش لي ما تعرفوش، يعني 2000 يسوى رخيص، يمد لنا وصفه يعني راحين تقولوا لي في الاخير يا ام راشد وصفه اكثر من رائعه. هنا كنت حطيتو لاباط كامل وزنتها وزن 22 غرام. رايحين جزول تشكيل العجينه، ناخذ حبه يعني ناخذ هنايا الصابلي نفتحها، وناخذ حبه الكاطو نحطوها لداخل. صدقوني هذا الكاطو يجي من اروع الوصفات، من اروع الوصفات. هنا تحفوها مليح، غلقوها، غلقوا لها الاطراف، فالا منا ثاني هكذا وتكون وصفتنا واجده. فوالا تحفوها برك. انا رايحه نزيد لكم حبه واحده اخرى باش تفهموني اكثر. ناخذوا الصابلي نفتحوها هذه الطريقه، نحطوا يعني حبه الكاطو لداخل ونغلقوها، نغلقوا عليها كامل حتى نغطوها، ونزيدوا نتحفوا يعني مليح حبه الصابلي فوالا بهذه الطريقه، يعني ما نخلوش كامل حبه الكاطو تبان. فوالا سهله يعني ثمثم تكملوها. انا هنا عندي مقله ولا كرابيغ ولا خدموا باش تحبوا. انا عندي هاد الكرابيغ، اللي ما عندهاش تقدر دير مقله. يعني رايحه نحط هنايا
حبة الصابلي مستفة بهذه الطريقة. رايحين الساعة تجبونا، نقولكم تبعوا الفيديو دوك تفهموا، نكملهم انا ان شاء الله كامل وندوزوا لطريقة الطياب تاعهم. هنا رايحة نشعل لهم النار، نحطهم على نار قليلة. رايحين تسقسوني تقولوا لي علاش درتيهم هكا، نقولكم صدقوني هاد الوصفة بنينة بهذه الطريقة. اذا حبيتوا دخلوها الفور دخلوها الفور عادي، شعلوا لها الفور وطيبوها. انا مديتها لاصحاب اللي ما عندهمش الفور، للي ما فين يطيحوا اون بامي اذا كيفسد لهم الفور. هاد الوصفة اكثر من رائعة. هنايا نخلوها حتى تتحمر، النار تكون قليلة، منين ذاك دوروها بهاد الطريقة حتى تشوفوها تحمرت اقلبوها. ما تقولوليش ما طيبش، انا نقول لكم ما طيب، خاطش طبقة رقيقة. ونقول لكم باللي بنتها هكا في المقلاة احسن من الفور. جربوها، عندها واحد البنة، عندها واحد القوام اكثر من رائع. اللي حبت تديرها في الفور اديرها في الفور، ما كاش اشكال. هنا كي تحمروا لي يعني كامل الاطراف، عفوا تحمروا لي من الجهة التحتانية، نقلبهم ونزيد نحمرهم من الاطراف اللي تحب تحمرهم. انا اقول لكم باللي يطيبوا ما فيهم والو. اذا حبيتوا توقفوهم بهالطريقه وقفوهم، معليش زدوا يطيبوا لكم من الاطراف. لاباط تجي طريه وهشيشه، هذيك المغرف تاع الحليب تمد لها واحد القوام رائع. انا هنا عندي 200 غرام تاع الشوكولا، شوكولا دادا تاع الحليب، نضيفوا لها زوج مغارف تاع الزيت، ذوبتها في حمام مائي عادي ونخلطها هكذا بهذه الطريقه حتى نحس الزيت كامل ولات ما تبانش. الكادو تاعنا كي طاب خلوه يبرد مليح قبل ما ديروا له الكلاصاج. نحطوه هكا على فرشيطه ونكلاصيه عادي كيما مالفين نعملوا الكلاصاج تاع الكاطو. نزيد ناكد لكم ونقول لكم وصفه كون ما تكونش عندها معنى وبنه عمري ولا راح نحطها لكم. نحو لها الكلاصاج الزايد ونحطوها باش تنشف، يعني راه البرودة اكيد 10 دقائق برك تكون ناشفة. نكمل هنا نكلاصيها كامل بنفس الطريقة، نحطها تنشف وندوزو للتزيين. ما نزينوهاش اكيد حتى تنشف لنا مليح. هنا كي نشفت غير 10 دقائق نشفت لي، رايحة نحط لها تزيين بسيط. وانتوما زينوا كيما تحبوا الوصفة تاعكم من نفس الشوكولا. انني عاملتها هكا في هاد القرعة الصغيرة اللي ما فين زينوا بيها. ونعمل خطوط، اللي حبت تزيد لها يعني شوية تاع قش فوالا، نحط لها في صوص هكا صغار. نزيد لكم واحدة اخرى كيف كيف. هنا عندي شوية تاع كريمة شونتيي، راني عاملتها في لابوش، رايحة نحطها بهذه الطريقة. فوالا نتوما ما حبيتوش ديروها معليش ما ديروهاش، ولا ديروها كي تعودوا رايحين يعني تقدموها. فوالا نزيد لكم واحده اخرى، خطوط عاديه، نحط لها شويه تاع عقاش. انا كل يوم يجوني تعليقات يقولوا لي ديري لنا وصفات بدون فرن، يعني ما عندناش الفور. على بالنا ماشي كامل الناس عندهم الفور. ونزيد نقول لكم بلي هذه الوصفه بنينه 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 بنينه، يعني جربوها. حبيتوا ديروها في الفور ديروها في الفور، ولا حبيتوا ديروها كيما انا ديروها. يعني فوالا شوفوا الشكل تاعها شحال يجي شباب، تجي الشكل تاعها راقي وتجي بنينه. انا هنا رايحه نقدمها لكم تشوفوها، حطيتها برك في لي كيسات. يعني شوفوا ما تصدقوش مع الاول كي تشوفوا يعني لاباط بهذيك الطريقه، ما تبان لكمش بلي راح تخرج هذه النتيجه. ان شاء الله تعجبكم، انا عجبتني نتوما ما على باليش. خلوا لي رايكم في التعليقات، يعني مم اذا ما عجبتكمش قولوا لي ما عجبتنيش ولا يهمكم، نحترم رايكم. قربتها لكم اكثر باش تشوفوها، تجي هايله. شوفوا شحال شابه، يعني من حاجه قليله خرجنا حاجه ولا اروع. توب الوصفه حصري، وناكد ونعاود حصري في قناتي لاول مره على اليوتيوب. انا هنا رايحه نقسمها لكم باش تشوفوها. نقولكم باللي هذاك الذوق تاع الكاطو الداخل، وهو اصلا فيه كريمه مع الصابلي، صابلي هشيشه
واش نقول لكم؟ شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. نقول لكم باللي هذاك البسكويت الداخل عفوا ما يذبلش وما يوليش طري، يقعد هاي لمدة سمانة. انا اقول لكم حبيبتي وصفتي خلاصت. نقول لك حبيبتي كيما مولفة دايما، ما تقعديش تقري في التعليقات وتخلي لي زام. انا اختك، ديري لي زام. ملاقات الخير حبيباتي، جربوا الوصفة شوفوا شحال شابة، والسلام عليكم.